استني، وانت اسمك ايه وعنوانك ايه عشان لو بعتولك الشيك قولي. راحت ان شاء الله. يبقى معنا ام علاء. يلا يا ام علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. انا بطلب بس من حضرتك طالما ما تقاطعنيش لاني اتصلت قبل كده. حاضر. والخط فصل ومحضرتك وانا بعزت حضرتك جدا هسكت خالص. ربنا يجعلك دايما تعينك. اللهم امين. هسكت خالص. قولي براحتك لغايه اخر الحلقه. الله يخليك. دلوقتي انا عندي ليك لحضرتك سؤالين. اتفضلي. اول سؤال، انا في معاملات ماديه بيني وبين اختي، واخد بال حضرتك ازاي؟ طبعا المفروض ان في زكاه مال. انا دلوقتي مش مالكه حاجه عشان اطلع منها زكاه. الفلوس دلوقتي عندها، دي شق. الشق الثاني ان انا في بيني وبين جوزي كانت مشاكل وكانوا انفصلنا وسابني 5 سنين وكنت بقتصد فلوس من قبل كده، يعني من شغلي وبقتصد فلوس من مصروف بيتي. عايزه راي الدين. اولا حاجه جوزي دي كل حاجه مع اخواته وشغله لاخواته والاهله، يجيب شقق لده، جايب فلوس لده، عاطي لده، عاطي لده. اقسم بالله العظيم ثلاثه، ويا رب حتى يسمع الحلقه عشان يكون سامعني. فاحنا كل ما نتكلم مثلا ونرجع يسبح ربنا ما بيننا يقول لي ايه عندك ايه ومش عندك ايه، وهاتي اللي عندك وقولي لي اللي عندك، انا امنك وامانك. طب انا انت امني واماني، انت مين امنك وامانك؟ احنا بنتجوز عشان وانا عندي منه 3 عيال، واخد بال حضرتك؟ واخد بالي. واخد بالي. وبقالي معاه 24 سنه. انا دلوقتي ايه راي الدين؟ انا مقتصده حاجات وعامله حاجات لاني انا مش حاسه بامان بصراحه. ايوه. في نفس الوقت ما ينفعش بعد السن ده ان انا هنفصل او اخرب البيت لان اولادي كبار في جامعه، واخد بال حضرتك؟ واخد بالي. انا على وش جواز، فانا عايزه اعرف راي الدين. دلوقتي اصبح كل مشكله يا يا يا, يا فيها لا فيها، يا تعرفيني يا ما. طب انت عرفني اللي عندك ايه ونبتدي صفحه جديده. لا، مصره على رايه معايا ان لا، عرفيني اللي عندك مش عرفيني اللي عندك. وكل صحيح. الناس صحاب وحبايبنا وجيراننا ومعارفنا عارفين اللي بيني وبينه، وكل بيقول لك لا ده كده انت كده ربنا يعينك على اللي انت فيه وكتر خيرك ان انت بتعملي كل ده. كل فلوسه ومحتاجاته يا شيخ مبروك عند اهله، هل ربنا يرضي بيه؟ كلهم هناك. اجيب لاخواتي شقق واجيب لاخواتي عربيات وافكر في بيتي اخر حاجه، هل ربنا يرضي كده؟ مع العلم ان ما كانش اقسم بالله لو شغل بابا او فلوس بابا نقول ماشي، لكن مثلا ولا حاجه يملكوها اقسم بالله العظيم. خدته على الحميد المجيد. الحميد المجيد. انا بصراحه في صراع ما بيني ما بين الانفصال، ما بيني ان انا عايزه والحياه كلها بصراحه غش، ودايما اقول له العيشه اللي على غش مبنيه من قش، بتتهش. صحيح. فانا عندي ابني الكبير البكري ده بيقول يا ماما دي انانيه، كون انك تنفصلي دي انانيه منك. انانيه. اللي يجي يطلب اخواتي يبقى الام والاب منفصلين عشاني، انا ازاي انا هتقابل الناس وانت كده؟ فانا عايزه اعرف راي الدين في الاول، اللي انا قلت لحضرتك اللي انا بعمله بصراحه او مش عايزه اعرفه عليه، هل ده صح ولا غلط؟ لان انا شايفه ابني نفسه حتى ولا اولادي لما يكبروا، يعني ده لو حصل له بعد الشر حاجه ربنا يخليه ويديه طول العمر للاولاد ولينا، لو حصل له حاجه مش هنطول قوي ومش هنعرف. وكل الناس بتقول لك مش هتاخده حاجه، اللي ما شفتوش وهو عايش مش هتشوفوه بعد الممات. يا سلام. هو معاه كلمه بيقولها يقول لك لا لما اموت هتيجوا يقول لكم تعالوا خدوا حاجه ابوكوا دي سيبها. عايزه اعرف راي الدين في العلم ان هو بيحب حضرتك جدا لما بنقعد نتكلم. بس الكلام اللي بيعجبه منك بالظبط او عامه في اي حته على الهواء بيقتنع بيه، واللي ما بيعجبوش ما بيقتنعش. يبقى انا وحش وزباله. وكلمه اخيره، وكلمه اخيره، هو قالوا على التراث زباله، مش بيقولوا على التراث زباله، بيقولوا على الامام الشافعي زباله واحمد بن حنبل زباله. هو برضه انا لو ما عجبوش ابقى زباله. لا مش معقوله. لا ليه قطعته؟ ليه تخلوها تخلص لغايه اخر الحلقه؟ انا بس عايز اوريكم يعني نموذج. ما تقطعنيش. ايه راي الدين؟ اتقالت 7 مرات. انا قاعد بعيد، انا عايز اعرف. انا ما فهمتش اي حاجه غير حاجتين اتنين، يا رب اكون فهمتهم كويس. في معاملات بينها وبين اختها ماديه وعايزه تطلع الزكاه لكن ما مسكتش قرش عشان تطلع منه زكاه. هي عايزه اقول لها لما ما مسكتيش قرش يبقى معلكيش زكاه. لا طبعا عمري ما هقول كده، ولكن تعرفوا البضاعه اللي عند اختك وعندك، ولو حتى لكم فلوس بره ومضمون سدادها، معاكم وصولات، معاكم شيكات على الناس، عليكم تطلعوا زكاتها. الحاجه الثانيه ان الراجل كل حاجه بيديها لاهله، وده مش لوحده، ملايين. والحاجه اللي بتغيظني انا وتورم، قالوا لي كلهم بيقولوا، حتى ابني قال انانيه، فعايشه بين الاقوال وسداح مداح ودق ايه يا مزيكا، كلمتين اتنين ورد غطاهم. الراجل يشوف اهله واللي جابوه بعد ما يكفي مراته واولاده. اللي بيعمله جوزك ده زي ما قلت النهارده في حلقه النهارده اسمه لابد. لابد ياكلكوا، لابد يستتك، الباقي منه يديه للمستحقين من قرايبه، ولو معاه مال بلغ الزكاه. ونقفل الصفحه كلها بتاعت ويب ويب ويب. انت جالك صرع وهيجي لك صرع وهتجيبي لي انا كمان صرع معاك بالطريقه ده، هي هيجي لك الهفهف. اتطلق؟ تطلقي فين وتنيلي ايه؟ ما انت رضيت طول عمرك. ما هو اصلا لو احنا مشينا من اول يوم في لابد ما كانتش الامور اتطورت لهذه الدرجه ابدا، ولا وصلتي انت للدرجه دي نهائي. انت بقيتي بتتكلمي مش مجمعه.
ليه؟ من اللهو اللي احنا عايشينه ومن الخيبه اللي احنا عايشينها. اي حد عنده بنوته او عنده اخت وعايشه حياه غلط وبيسيب الغلط يستمر بيجيب لها ضربه في دماغها. انا بقولها لكم اهو، وكذب بقها مش هتفتحه وهيجي لها صرع. الحقوا بناتكم والحقوا اخواتكم، واستب من اول دقيقه يتخلى فيها الراجل عن لابد. واحد كل اللي بيصرفه مرتبه بيقول لك في فكر، بيقول كده فكر منحرف من اي ب 60 نيله بيقول كده. انا عندي ملايين الشكاوى، ملايين. الولد بيقول لمراته انت مش هتدخليني الجنه، امي اللي هتدخلني الجنه، انت خدامه، انت معرفش ايه. كلام دجل وقله ادب وجهل بالشريعه. قول يا حبيبي، معانا حد؟ احنا معانا فاصل. ايه رايكم نتنفس 3 ثواني فنقول اللهم ايقظني على طاعه وانمني على رضاك حتى اكون بين طاعه تسعدني وبين رضا يحقق املي. فاصل قصير جدا ثم نلتقي فانتظرون. صلى الله وسلم عليك يا حبيبي، يا حبيب الله، يا حبيب كل المؤمنين. لحضراتكم التحيه، وارجو ان يكون العود احمد. لو عرفنا لابد واحنا مسلمين، هيجي حاجه عنوان في الفقه كده اقول لكم درس فقه في نص سطر في كتاب الصلاه، في حاجه اسمها باب اول الوقت، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتاب الموقوت ده 12 الا 4 دقائق الا 5 دقائق الظهر. الله اكبر. لو مش هتصلي جماعه مع كلمه الله تصلي وانت قاعد في مكتبك وفي حد اسمه اول الوقت. اول وقت فضيله، من حرمها حرم الخير الكثير. لابد الصلاه دلوقتي. دكتور بقى وفتح بطن مريض، الوقت ممتد. واحد جاي من سفر ولسه على مغار هدومه وتوضى والطياره لسه نازله ولا الاتوبيس ولا القطر ولا التوك توك، ويبقى الوقت ممتد. واحد بقى له كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده مع همزه الله اكبر لازم يكون مصلي، لازم. دي اسمها لابد. هتلاقي 3/4 الناس، 99% من الناس ما عندهمش اعذار. ازيدك من الشعر بيت في تفسير قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا الذين يؤجلون الصلاة عن أول وقتها لغير عذر. مش اللي ما بيصليش نهائي، صليش نهائي ده وقعته 60,000 سودة. إنما ده واحد الأذان بيدا وهو بيقول لك إيه، كمان شوية كمان شوية كمان شوية يا خيبانة كمان شوية. لا قبل مبرئين، كل الدنيا بالطريقه دي. لو احنا عرفنا، لو احنا عرفنا ان لابد دي لها سلوك اسمه وجبت. تعرفوا لابد دي تجيبوها من القران ازاي؟ كل ايه فيها عليكم ان صلاتها كانت على المؤمنين كتاب على المؤمنين، كتب عليكم الصيام عليكم، يعني لابد. اما مع اصحاب الاعذار بقى والحامل والشيخ الهارم واللي مش قادر يقول دي يصوم ابعدوا. انما سواد الناس عليكم، كل حاجة فيها على. أنا عايز أقول جملة واحدة قبل ما أخد أم إبراهيم، إني هتلاقي في سورة الصفات مثال لسلوك المسلم مع لابد. قال له: إني أرى في المنام أني أذبحه. ده أب. فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. شوف يا أبت افعل، بص أنا شفت إني بذبحك افعل. لابد تسمع كلام أبوك. هو حد يقول اما جبح ابني ولو بالتهريج هيبقى كافر، وابنه لو سمع كلامه هيبقى كافر اخر، لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الولد قال افعل لانه عارف ان ابوه نبي، وان المنام بتاع ابوه وحي ومش كابوسي. لكن طبعا اي واحد ما يقدرش يقول الكلام ده لابنه. لكن في الاوردينري مثلا: يا ابني نعم يا باب. ده اللي احنا عايزين بقى نفسي انا بقى اشوف اللي هو ايه، اللي واحد في المليون بقى 37 في المليون ازاي. هاو ان الاقي واحد بيقول لابنه محمد له: نعم يا بابا، هات كوبايه الماء دي. حاضر يا بابا. محمد روح كذا. حاضر يا بابا. اصل لابد من طاعته، اسمه كده. والراجل لابد يرفق بابنه فتستقيم المعادله. يلا خد ام ابراهيم. قولي يا ام ابراهيم. السلام
عليكم يا دكتور محمود. والسلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. ازي صحتك يا حبيبي؟ نحمده ونشكر فضله، الحمد لله.